حقق العلماء اكتشافا مذهلا. هناك كوكب يدور حول أقرب نقطة من الشمس، درجة حرارته قد تسمح بتدفق المياه السائلة. ما الذي يتطلبه الأمر للذهاب إلى هناك لاكتشافه؟ الجواب هو السرعة. مركبات فضائية تعمل بأشعة الليزر. محركات مضادة للمادة. محرك اعوجاج من محض الخيال العلمي. لأي مسافة وبأي سرعة يمكن أن تأخذنا التكنولوجيا؟ إنها رحلة استمرت لقرن. مركبة فضائية تقترب من وجهتها، وكوكب خارج نظامنا الشمسي، ومستقبل يتعدى خيالنا. اصطدام بالأرض يسجل علامة بارزة في سعينا الأبدي لاكتشاف آفاقنا، للاستكشاف والبقاء على قيد الحياة. ليست هذه المرة الأولى التي ندخل فيها إلى الفراغ رغم كل الصعاب. لحقبة طويلة من تاريخنا كانت المحيطات هي المجهول الأعظم. قبل بضعة آلاف من السنين ظهرت حضارة الإبحار في جنوب غرب المحيط الهادئ. أبحر البولينيزيون شرقا وركبوا المحيطات وتيارات الرياح بمساعدة النجوم والقمر والشمس. كان هناك ادعاء على مر القرون بأن المحيط الهادئ هو جزيرة لجزيرة نائية. كانت واحدة من أكثر الهجرات امتدادا في تاريخ البشرية. أبعد نقطة وصلوا إليها هي جزيرة أستر التي كانت تبعد عن أقرب أرض لها أكثر من 2000 كيلومتر. اليوم بدأنا في الوصول لما وراء شواطئ كوكبنا عبر مسافات شاسعة نقيسها عن طريق السنوات الضوئية. هذه هي المسافة التي يسافرها الضوء في سنة، 10 تريليونات كيلومتر تقريبا. في سماء الجنوب على بعد أكثر من 4 سنوات ضوئية نجد أقرب جيراننا للشمس، وهو نجم قزم أحمر قاتم يدعى قنطور الأقرب أو بروكسيما سنتوري. وزوجا من النجوم التي تشبه الشمس تدعى رجل القنطور أو ألفا سنتوري. تجاوزهما وستدخل في الفقاعة المحلية، وهي منطقة فراغ عملاقة خالية من الغازات بفعل نجم انفجر قبل فترة طويلة.
في هذه الفقاعة التي تبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض يوجد 150 نجما ساطعا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. يوجد بينها 2000 نجم أصغر يمكن رؤيتها فقط باستخدام مجهر قوي. كم منها تتبعها كواكب؟ هل يمكن أن نعتبر أحدها محطة توقف في طريقنا لاكتشاف المجرة؟ قد تكون محطتنا الأولى في كوكب تم اكتشافه في مدار حول النجم الأقرب للأرض وهو قنطور الأقرب. أكبر من الأرض بحوالي الثلث وهو نوع مختلف جدا من الكواكب. أحد جانبيه مظلم وبارد، الجانب الآخر مشرق ودافئ وهو يواجه الشمس دائما. هل يمكن أن تزدهر الحياة هنا؟ هل يمكن للبشر العيش هنا؟ المهم هو توفر غلاف جوي ومياه على سطحه. ربما تكون هذه علامات تشير لوجود مناخ ودرجات حرارة معتدلة بما يكفي لدعم الحياة. لو ثبت أن نجم قنطور الأقرب أو أي كوكب آخر في الجوار الشمسي قابل للحياة، فستكون هناك دعوة للقيام برحلة استكشافية لاكتشافه عن قرب. لكن الوصول إلى هناك خلال فترة قصيرة من عمر الإنسان سيتطلب أنواعا جديدة كاملة من المركبات الفضائية التي لم نبنها بعد. تصاميم جديدة بالكامل يمكن أن تدفعنا بأقصى السرعات. كان اكتشاف قنطور الأقرب جزءا من حملة مكثفة للعثور على عوالم ككوكب الأرض في النظام الشمسي المجاور. على نحو متزايد يدمج البحث عن كواكب بين القوة الهائلة لجمع الضوء للجيل الجديد من التلسكوبات العملاقة الموجودة على الأرض وبين أسطول متنام من التلسكوبات في الفضاء. القمر الاصطناعي الاستطلاعي العابر للمجموعة الشمسية أو تيس تم تصميمه لمراقبة أكثر من 200,000 نجم ساطع. يتوقع علماء الفلك أنهم سيعثرون على 500 كوكب بحجم الأرض أو أكبر في هذا الجزء من المجرة. سينضم قمر تيس لتلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي طال انتظاره. باستخدام مرآة أساسية مجزأة أكبر بثلاث مرات تقريبا من تلك الموجودة في مرصد هابل الفضائي، سيتمكن العلماء من البحث في ضوء النجوم القريبة عن الصور الظلية للكواكب. سيظهر مرصد تلسكوب دبليو فيرست في منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين. مع دقة رصد تماثل هابل، سيستقبل الضوء من منطقة أكبر بمئة مرة. قد ينتج عن ذلك صورنا الأولى عن كواكب بحجم الأرض. من خلال نشر جهاز الكرونوغراف الذي يحجب وهج النجم، سيتمكن من التركيز على الضوء الذي تعكسه الكواكب. مع هذه الصور الموجودة لدينا، سيجرب علماء الفلك قياس درجات حرارة السطح والكشف عن الأجواء والبحث عن العلامات الكيميائية للحياة. في غضون ذلك يقومون بإعداد اختبارات جديدة بالكامل لمعرفة قابليته للسكن. هناك مجموعة استخدمت تلسكوب هابل الفضائي لاستكشاف سلسلة من 7 كواكب عثر عليها مؤخرا، وهي تدور حول نجم قزم شديد البرودة على بعد 40 سنة ضوئية يدعى ترابست 1.
كل من هذه الكواكب هو بحجم الأرض تقريبا. هناك ثلاثة مدارات داخل المنطقة الصالحة للسكن تقع على مسافة من النجم الأم، ودرجة حرارتها مناسبة لدعم المياه السائلة. ما هي فرص احتمال وجود محيطات وأنهار وبحيرات عليه في الواقع؟ النجوم القزمة الحمراء مثل ترابست 1 معروفة بانبعاث انفجارات كبيرة وعنيفة منها. مع مرور الوقت يعمل الإشعاع الشمسي على فصل جزيئات الماء في الغلاف الجوي. تتحرر جزيئات الهيدروجين في الانقسام وتندفع للفضاء مخلفة الأكسجين ليتحد مع الصخور الموجودة على السطح. نفس العملية تم توثيقها على كوكب المريخ. في سنواته الأولى كان فيه ما يكفي من المياه لنحت شبكات من الأنهار والبحيرات. مع مرور الوقت اختفت خزانات المياه هذه إلى جانب فرص ازدهار الحياة على المريخ. لمعرفة ما إذا كانت كواكب ترابست 1 قد جردت من مياهها، قاس علماء الفلك كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تضربها. هذا مؤشر على تعرضها للتوهجات الشمسية. اكتشفوا أن أكثر الكواكب قربا من الشمس مغمورة بالأشعة فوق البنفسجية، وهي على الأرجح جافة تماما. على النقيض فإن الكواكب الأبعد قد نجت من الإشعاع. من المحتمل أنها قد احتفظت بخزانات المياه المتجمدة أو السائلة أثناء نشأتها. استنادا لتحليل إحصائي اكتشف مؤخرا عن الأنظمة الشمسية، تقدر إحدى الدراسات أن هناك على الأقل كوكبا واحدا كالأرض على بعد 20 سنة ضوئية. قد يكون علماء الفلك اكتشفوه بالفعل. كل ليلة في غرفة السيطرة هذه في مرصد لاسيا في تشيلي يجري علماء الفلك أكبر عملية بحث مكثفة عن الكواكب القريبة من الشمس. إنهم يعملون باستخدام تلسكوب قديم يعود لعام 1977. فيه مرآة صغيرة نسبيا بقطر 3.6 أمتار. لكنها مزودة بتقنية طيفية تمكن العلماء من تحليل ضوء النجوم القريبة بدقة. تفعل هذا من خلال تسجيل تقلبات طفيفة في الضوء ناتجة عن قوة سحب الجاذبية لدى الكواكب. من بين أهدافهم نجم يقع أسفل كوكبة الأسد على بعد 11 سنة ضوئية من الأرض. إنه نجم أحمر قزم مثل قنطور الأقرب. حول هذا النجم وداخل المنطقة الصالحة للسكن وجد العلماء كوكبا أكبر بقليل من الأرض. ولأن النجم ساكن نسبيا قد لا يتحمل الكوكب انفجار الإشعاع الذي قد يجرده من الماء. في السنوات القادمة سيكون روس 128 هدفا أساسيا للتلسكوب العملاق الضخم الجديد الذي يجري إنشاؤه حاليا. سيستخدمه العلماء للبحث في الغلاف الجوي للكوكب بحثا عن وجود علامة بيولوجية كالأكسجين أو أي أدلة لوجود مناخات قابلة للعيش فيها.
سيبحث علماء الفلك عن أدلة لتطور كوكبنا. للإجابة عن السؤال الأزلي، هل نحن وحدنا في الكون؟ علينا أن نقرر ما إذا كان الذهاب إلى هناك لإلقاء نظرة عن قرب هو أمر يستحق العناء. قد يكون علينا الانتظار فقط، فروس 128 يتحرك باتجاهنا في الحقيقة. في غمضة عين كونية على بعد 79 سنة من الآن، سيصبح أقرب جار لنجمنا الشمس. كان لابد لاكتشاف الكواكب حول النجوم القريبة أن يثير جدلاً حول حقيقة المهمات الفلكية. عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ كان واحداً من مجموعة متزايدة من العلماء المهتمين بسحابة الشكوك المحيطة بمستقبل الأرض. التلوث، الاكتظاظ السكاني، الحروب، تغير المناخ، ارتفاع مستوى سطح البحر. ليس لدينا خيار سوى تطوير التقنيات الضرورية، ليس فقط للسفر إلى الأنظمة الشمسية الأخرى، بل للبقاء على قيد الحياة في العوالم الغريبة. إن حلم الاستقرار في عوالم بعيدة قديم قدم عمر الصاروخ. بالعودة لأوائل القرن العشرين، كان مستشرف الفضاء الروسي كونستانتين تسيولكوفسكي يؤمن أن البشر سيصعدون للنجوم يوماً ما. قد يتطورون ليصبحوا أنواعاً جديدة أسماها الجنس الكوني. وضع تسيولكوفسكي أساسيات فيزياء الصاروخ. تصف معادلته الصاروخية الشهيرة المبدأ الأساسي للتسارع. إنه قوة الكتلة التي يتم طردها بسرعة عالية من أسفل الصاروخ مقابل الكتلة الإجمالية للصاروخ. بعد عقود في ستينيات القرن الماضي، ومع تلاحق التطورات في عصر الفضاء، وصف عالم روسي آخر هو نيكولاي كارداشيف الحضارات التي ارتادت الفضاء بأنها نتاج تطور تكنولوجي طويل المدى. لقد عرف المستوى الأول وهو الحضارة الكوكبية بأنها حضارة لها القدرة على تسخير الطاقة المكافئة لطاقة الشمس التي تضرب كوكبنا. عند هذا المستوى الأساسي ستتجاوز الحضارة قدرتنا الحالية على توليد الطاقة بخمس مرات من حيث الحجم. قد نحتاج قرونا للتقدم إلى هذا الحد. قد يستغرق الأمر آلاف أو حتى ملايين السنين للوصول للمستوى الثاني، وهو القدرة على شحذ الطاقة المكافئة للنجم، أو المستوى الثالث وهو طاقة المجرة. من الناحية النظرية، فإن حضارة بذلك المستوى من التطور العلمي والتكنولوجي قد تعم المجرة وتقوم بتعدين المواد الخام من الأجسام الكوكبية، بينما تولد الطاقة من تقنيات لا يمكننا تخيلها. إن التقدم لهذا المستوى لا يعني أننا نستطيع تحمل التخلي عن الأرض. وفقا لدراسة نقدية حديثة لنظريات كارداشيف، فإن الحفاظ على صحة محيطنا الحيوي سيكون ضرورياً لتطور التقنيات بين النجوم. حسب هذه الرؤية، ستحصل رحلة ما بين النجوم بفضل الجهود الناجحة
لحل احتياجات البشرية للطاقة المتنامية بواسطة التقنيات الأكثر فعالية وقوة وأمناً. وبالفعل فإن أنواع الوقود الأكثر فعالية والمحركات يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على البيئات التي تسمح لنا بتطويرها واختبارها. للتقدم نحو الحضارة الكوكبية سيتعين علينا إنتاج الطاقة بطرق تساعدنا في الحفاظ على قاعدة عملياتنا الأرض. ما هي الطفرات العلمية والهندسية التي ستعتمد عليها التقنيات بين النجوم؟ لأي مسافة وبأي سرعة يمكن أن تأخذنا؟ تعتمد السرعة التي نستطيع الوصول إليها على التقنيات التي نستخدمها وعلى القوة التي نضعها فيها. عادة ما يتم قياس الطاقة بوحدة الجول، وهي الكمية اللازمة لرفع جسم وزنه 100 جرام مترا واحدا عن جاذبية الأرض. عملية الأيض لشخص عادي وقت الراحة تنتج 100 جول في الثانية أو 100 واط. هذا يشبه قوة المصباح الكهربائي. أفضل عداء يركض بسرعة 40 كيلومترا في الساعة يولد 1500 واط. باستخدام تقنية الدراجة الهوائية نستخدم نفس مستوى القوة بسرعة أعلى تصل إلى 66 كيلومترا في الساعة. هذه هي السرعة القصوى على الأرض. يمكن أن تصل سرعة سيارة السباق إلى 350 كيلومترا في الساعة باستخدام محول يحول الطاقة الكامنة المعبأة في البنزين، وهي حوالي 40 مليون جول في الكيلومتر، إلى طاقة حركية يتم كبحها عن طريق الاحتكاك بين الطريق والهواء. هناك طريقة واحدة لمقاومة الاحتكاك، وهي التحليق إلى الغلاف الجوي العلوي. تحلق طائرة SR-71 Blackbird بسرعة 3500 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع بعشر مرات من سيارة السباق. هذه طاقة كبيرة تساوي الطاقة التي تجمعها الطائرة النفاثة. خزان مليء بالوقود يؤمن بضع ساعات من الطيران فقط. تزداد المشكلة سوءا حين يتعلق الأمر بإطلاق الصواريخ إلى الفضاء. للوصول إلى مدار الأرض يجب أن يصل الصاروخ العملاق ساتيرن 5 لسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، أي أسرع بعشر مرات من أي طائرة نفاثة. لكنه كلما كان أسرع احتاج لمزيد من الوقود واضطر لحمل المزيد منه. لإرسال علماء أبولو إلى الفضاء في طريقهم للقمر كان على صاروخ ساتيرن 5 حمل كمية وقود تفوق وزنه بستة عشرة مرة. وبما أنه ليس بمثل فعالية الصواريخ الكيميائية، فقد لبت الأخيرة الضرورات الملحة لعصر الفضاء. استخدمناها منذ ستينيات القرن الماضي لإطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية لأغراض الاتصالات والأغراض العسكرية، لدراسة الأرض ورؤية الفضاء. وقد استخدمنا الصواريخ لإرسال مجموعات متعاقبة من رواد الفضاء إلى مدار الأرض. أصبح مكوك الفضاء المتقاعد الآن منصة للأبحاث لإطلاق وخدمة تلسكوبي هابل الفضائي ولبناء محطة الفضاء الدولية.
محطة الفضاء الدولية التي خلفت محطتي ميرا الروسية وسكاي لاب الأمريكية في العمل عام 1998. عبر 150 مهمة مأهولة وغير مأهولة، أصبحت أكبر مشروع هندسي تعاوني في التاريخ. يستضيف هذا البناء مترامي الأطراف تنظيماً معقداً من الوحدات والعقد وشبكة من المختبرات ومناطق العيش. هنا يتعلم رواد الفضاء العيش لفترات طويلة بعيداً عن الأنظمة المناخية والموارد ووسائل الراحة الموجودة في كوكبنا. من الأرض تقوم الصواريخ بإيصال بعثات إعادة الإمداد بمعدل يصل لست مرات في العام. هذه الكبسولات غير المأهولة من روسيا والولايات المتحدة تحمل مئات الوجبات والمعدات الجديدة والتجارب العلمية. لقد أصبحت محطة الفضاء الدولية مركزاً لعلم انعدام الجاذبية. في كل وقت يقوم الطاقم بإجراء بحث محدد في أنظمة دعم الحياة ويجهز البيانات لنشرها في الصحف العلمية. يرى المؤمنون بهذا العمل أنه يضع حجر الأساس لبعثات مأهولة أطول وأكثر طموحاً. هناك مجموعة من التحديات يجب التغلب عليها. فضلاً عن إعادة تدوير النفايات والجو الداخلي، يجب أن تشمل أنظمة دعم الحياة المقدرة على زراعة الغذاء. في المهمات البعيدة عن الأرض، يجب أن تكون حجرات المعيشة محمية من الإشعاع الشمسي والأشعة الكونية. عندما تحل هذه المشاكل، يتصور بعض المؤيدين إمكانية بناء أساسات في مدار حول الشمس لتشييد أبنية أو مراكز إمداد لدعم شبكة من المستعمرات النائية. سواء أرسلنا أشخاصاً لاستكشاف المريخ أم لاستخراج المعادن النادرة الموجودة على الكويكبات، سيتعين علينا التغلب على حدود السرعة والطاقة في عصر الفضاء. الآن وبسبب كمية الوقود اللازمة لإرسال صاروخ إلى الفضاء، تستطيع معظم المركبات الفضائية طويلة المدى الوصول فقط لوجهاتها. تجنبت المركبة التوأم فوياجر هذا بواسطة استخدام تأثير جاذبية المشتري كمقلاع كوكبي. بسرعة 62 ألف كيلومتر في الساعة، أي أكثر من ضعف سرعة ساترن 5، أصبحت مركبة فوياجر 2 أول مركبة فضائية تخرج من النظام الشمسي. لكن بأقصى سرعة لها، ستحتاج إلى 73 ألف سنة أخرى للوصول إلى نجم قنطور الأقرب. لجعل الرحلة الفضائية الطويلة أكثر كفاءة، سواء أكان ركابها من البشر أم من الروبوتات، سيكون علينا إعادة اختراع الصاروخ. بدأ البحث عن مركبة فضائية أسرع وأكثر تقدما في ستينيات القرن الماضي في ظل سباق التسلح النووي. تطلق القنابل النووية الطاقة عن طريق انشطار الذرة. تخيل لو كان بالإمكان شحذ تلك الطاقة الكامنة لتسيير مركبة فضائية. اختبر العلماء نوعا جديدا من الصواريخ، مركبة تدفعها انفجارات نووية صغيرة.
وضعوا تصورا لمحطة فضائية مدارية كمنصة لإطلاق مركبة أوراين الفضائية. ستعمل سلسلة من الانفجارات النووية الخاضعة للسيطرة والتي انطلقت خلف المركبة على تسريعها بنسبة 10% من سرعة الضوء. سيكون بإمكان أوراين الوصول إلى قنطور الأقرب خلال 4 عقود فقط. لكن تنفيذ مخططات هذه المركبة الفضائية لم يبدأ أبداً، فالتكنولوجيا لم تكن مثبتة وربما غير آمنة. في سبعينيات القرن الماضي ومع رغبتهم في التحليق بين النجوم، قامت مجموعة من المهندسين البريطانيين بتصميم مركبة طولها 200 متر اسمها ديدلس. ستستخدم نوعا آخر من الطاقة النووية، الانصهار. إنها الطاقة التي تشعل الشمس عن طريق ضغط الذرات معا تحت الحرارة الشديدة والضغط. جرام واحد من الوقود المنصهر قد ينتج طاقة في حدود 200 مليار جول. كانت الفكرة هي إنتاج غاز ساخن للغاية سيعمل على دفع المركبة عن طريق تفجيرها من الخلف. بعد التسارع عبر مرحلتين يمكنها أن تنطلق بسرعة 12% من سرعة الضوء، لكن هذا يتطلب أن تحمل ديدلس أكثر من 40,000 طن من الوقود، ولن يبقى هناك شيء لإبطائها. وحين تتجاوز هدفها الذي يبلغ 129 مليون كيلو متر في الساعة، ستقوم بنشر أسطول من الروبوتات المستكشفة لإلقاء نظرة سريعة. لم تدخل ديدلس حيز التنفيذ أبداً، لكن اكتمال التصميم قد ألهم أجيالاً جديدة من الحالمين. اليوم تعتقد مجموعة من العلماء أنها قد تملك حلاً للوصول إلى قنطور الأقرب بشكل أكثر كفاءة. يبدأ المفهوم بمحطة توليد طاقة شمسية تدور حول الأرض، تتألف من صفوف من أشعة الليزر، يستهدف كل منها مركبة فضائية صغيرة. إنها نسخة مستقبلية من المركب الشراعي البولينيزي. القوة التي ينتجها كل شعاع ليزر صغيرة، لكنها معا في الفضاء الخالي من الاحتكاك تستطيع دفع مركبة فضائية بنجاح مذهل بنسبة 20% من سرعة الضوء. خلال 20 سنة فقط يقترب أسطول من الطائرات الورقية التي تعمل بالليزر من قنطور الأقرب. ترسل بياناتها وترتد من مركبة لأخرى في رحلة عودة تستمر 4 أعوام إلى الأرض. لو ثبت أن قنطور الأقرب هو وجهة تستحق، هناك تقنيات في طور الإعداد تعد برحلة أسرع. ماذا لو استطعنا الاستفادة من الخيال العلمي؟ المادة المضادة. هذا نتاج إشعاع عالي الطاقة يخترق نظامنا الشمسي. عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي العلوي، فإنها تخلق رذاذا من الجزيئات ذات الشحنة المعاكسة. إذا كنا لا نستطيع التقاط الجسيمات المضادة في المدار، فقد نجد طريقة لإنتاجها على الأرض. في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية
وهي أضخم مختبر للفيزياء يقع على الحدود الفرنسية السويسرية. يصنع العلماء مادة مضادة كطريقة لدراسة طبيعة المادة وكيف ظهرت في اللحظات الأولى من الزمن. باستخدام المسارع النووي الكبير يقومون بتسريع الذرات لما يقارب سرعة الضوء، ويعملون على تفجيرها معا لإطلاق مكوناتها الأساسية. لكن ناتج المادة المضادة ضئيل للغاية، حيث تقدر كلفة إنتاج جرام واحد فقط بأكثر من 100 تريليون دولار. المادة متقلبة للغاية، لدرجة أن تخزين أكثر من بضع ذرات في المرة الواحدة يظل تحديا كبيرا. إن قدرتنا على إنتاج مثل هذا الوقود كثيف الطاقة تعيد طرح الأسئلة الأساسية حول متطلبات الطيران بين النجوم. إنه يذكر بالنقاشات الماضية حول الطاقة النووية، وما إذا كنا نستطيع الحصول عليها بأمان وتخزينها واستغلالها. هل تفوق المخاطر الفوائد؟ هناك شيء واحد مؤكد، أن البدائل الصديقة للبيئة أكثر، كالطاقة الحرارية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لن تحولنا إلى حضارة كوكبية، كما أنها لا تملك القوة التفجيرية لإرسالنا إلى قنطور الأقرب. قوة المادة المضادة، إنها أقوى أنواع الوقود المعروفة، حيث تحتوي على طاقة أكثر ب200 مليار مرة من وقود الصاروخ التقليدي. في تصاميم المركبات الفضائية المعاصرة يتم عزل البروتونات والبروتونات المضادة في حقول مغناطيسية. يتم توجيهها بالتوازي مع حجرة الدفع. تبدد خطوط الأشعة بعضها البعض عندما تتصادم. ينتج الانفجار شعاعا عالي الطاقة يضغط على مجال مغناطيسي داخل المركبة ويدفعها للأمام بتسارع. على الرغم من أنها لن تستغرق سوى 1000 جزء من الجرام لتطير إلى زحل، قد تحتاج المركبة إلى حمل المزيد من الأطنان للوصول إلى السرعات الضوئية والوصول إلى قنطور الأقرب خلال فترة الحياة البشرية. يخلق مثل هذا الوقود القوي مخاطر كبيرة. درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن محرك مضاد قد تكون كافية لتدمير المركبة الفضائية. يجب أن تكون مصنوعة من مواد لم تكتشف بعد، يمكنها أن تعكس إشعاع تلك الحرارة إلى الفضاء. يجب أن تعبر المركبة الفضائية في رحلتها مسارا شائكا من الأجسام الواقعة بين النجوم. إذا صادفت نيزكا فستستخدم بطارية من الدروع لسحق الجسم. وإبعاده. وإذا اجتازت المركبة سحابة من الغبار فسيتم عزلها في حقل مغناطيسي واق. ومع الاقتراب من هدفها أخيرا تطلق مسبارا هو مبعوثنا الكوني. بدعم من المحرك المضاد وإطلاق النار في الاتجاه المعاكس، سيحتاج المسبار لسنوات وحتى عقود لتخف سرعته. حتى على هذه السرعات
ربما تكون مدة المهمة طويلة جدا بالنسبة لأي إنسان. تخيل زمنا في المستقبل تكون النجوم فيه في متناول يدك حرفيا. مركبة فضائية تناور في محطة مدارية استعدادا للانطلاق. هذه شهادة على العلوم التي تم تصورها في نظرية مذهلة بهندسة تتعدى ما نعرفه اليوم. وهي مبنية على اكتشاف مذهل قام به ألبرت أينشتاين، وهو أن الجاذبية تشوه الفضاء بأجسام هائلة. ماذا لو أن مركبة فضائية تستطيع التلاعب بهذه السمات الكونية الغريبة لتعبر بين ثنايا الزمان والمكان؟ مثل هذه المركبة الفضائية ستعمل على أشكال غريبة من المادة لم يتم اكتشافها بعد، وستعادل كل الطاقة الكهربائية التي تولدها الولايات المتحدة. مرحبا بكم في محرك الإعوجاج. من الناحية النظرية يمكن أن تنطلق هذه المركبة بشكل أسرع من الضوء، فهي تعبر المجرات في فقاعة كونية. لا تحجز رحلتك الآن، فبناء مركبة فضائية كهذه سيتطلب تقدما مذهلا في العلوم والتكنولوجيا. لكن من يستطيع معرفة التحديات التي ستواجهها براعة الإنسان؟ ما هي الأفكار أو التقنيات التي ستدفعنا للأمام يوما ما؟ عندما نصل أو إذا وصلنا للنجوم، فسيكون الدافع نابعا ليس من الصراع على البقاء، بل من حس الخيال والثقة في التنوع اللامحدود للكون الحي. تخيل بعد مئات أو آلاف السنين في المستقبل، عندما تصل مركبة فضائية إلى قنطور الأقرب أو جهة أخرى، سواء كانت مأهولة أم لا، سنرسل على الأرجح مسبارا غير مأهول ليساعدنا على إلقاء نظرة أولى عن قرب. تهبط بنفس التقنيات التي أتقناها في زمننا هذا عند بزوغ فجر استكشاف الكواكب.
ستفحص المجسات الأرض الغريبة. وسيفسر الذكاء الاصطناعي ما تراه. تربة الكوكب وجوه وربما وجود الحياة عليه. سيسلم العالم الجديد أسراره لنا بثبات. ومع كل اكتشاف سنفكر بالرحلة التي أتت بنا إلى هنا، وكيف بدأت في اكتشافات وأحلام أجيال قضت منذ زمن بعيد.